هذه السنه عرفت انخفاض بنسبه 29.02% في عدد حوادث المرور مقارنه بسنه 2015، هذه النتيجه تضاف الى سنه 2015 اين كانت نسبه الانخفاض بنسبه 15.51%، هذه السنه تم رفع عدد عدد فصائل تامين طريق السيار الى 22 فصيله، مع استكمال هذا الطريق السيار سوف نعمل على رفع هذا الرقم كما كان مبرمجا الى 28 فصيله للطريق لتامين الطريق السيار سنستغني على الحواجز فورا البدايه في تطبيق شهاده السياقه بالنقاط وستكون تطبيق الي لماذا؟ لان الان تشكيلنا ينفصل الى تشكيلين التشكيل الاول هو تشكيل مراقبه يعني لتحديد السرعه بواسطه بواسطه اجهزه الرادار ونقوم بتشكيل ثاني لايقاف ورفع المخالفه